يقع في أهم شوارع إسطنبول العريقة، شارع الاستقلال أو الشارع الكبير كما كان يسمى، مبنى مصر أو عقار مصر كما يعرف، يعد من المباني التاريخية والواجهات التي شكلت هوية هذا المكان. شيد مطلع القرن العشرين وتحديداً عام 1910. هذا البناء الذي يزين شارع الاستقلال ليس بناءً عادياً، حيث بني بمواد جلبت من فرنسا وصمم على نمط معماري حديث كان اشتهر حينها في الأمريكيتين وأوروبا الغربية. أما السر تسمية فيعود إلى صاحب هذا البناء وهو الأمير عباس حليم باشا حفيد محمد علي باشا. البناء المكون من 6 طوابق يحظى بأهمية كبيرة لدى الأتراك، لأن شاعر الجمهورية الذي كتب نشيد الاستقلال محمد عاكف أرسوي سكن فيه حتى وفاته. البناء أصبح في وقتنا الحالي مركزاً تجارياً تقطنه كبرى الشركات والمعارض والمحلات، وبقي محافظاً على طرازه ورونقه المعماري واسمه.